هذا المزولي كيبين بلي ان الختمار على الشرط ديال هاد الطرفين وان الاتفاقيه فهي ناجحه في هذا السياق انها مقصد بالضبط اللي كان على المصالح الاقليميه. ألفين وسبعمية وأربعة وستين ملف ديال تقدير وسط السياقة هاد السنة، وهو اللي كيف تواصل على مستوى إقليم شوكي بعدنا 108 ديال المدربين ديال وسط السياقة، فكنشوفوا أن اليوم في جماعة من قرن هي اللقاء هي اليوم دراسي اللي تنظم الجمعية بشراكة وتنسيق مع الجامعة الترابية من قرن وكذلك شركة إسمنت المغرب وفيدرالية النقل المدرسي الجامعي من قرن وكذلك المؤسسة الرعاية للأعمال الاجتماعية من قرن وكذلك تلاقي المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهتي قلمي وادنون وسوسمسا كذلك تلاقي المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشتوكيت بها. اليوم الدراسي ان شاء الله شعر اليوم الدراسي قالت الوقايه السياقه المهنيه سلوك ووقايه من اجل الحياه. ان شاء الله اليوم الدراسي ركز نفتح باب النقاش كان عام ركز لي نتكلم المداخلات في الختام ركز لي نتكلم المخرجات كانت التوصيات ان شاء الله اللي تركز نفاغ باش تنفع الخير ان شاء الله للسائق المهني بصفه عامه. السيدي رئيس مصلحة التنسيق وتتبع تنفيذ استراتيجية جهوية للسلامة الطرقية بمديرية جهوية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة سوس مسا وقلميم وادنون. اليوم كنتواجدوا في هذا اليوم الدراسي حول السياقة المهنية لفائدة هذ السائقين المهنيين بحضور مجموعة من الشركاء من بينهم الجماعة الترابية ديال ام ام قرن والجمعية المهنية ديال مهني المركب شاحنة نقل البضائع في الاقليم ديال بويكرا الاقليم ديال شتوكايت بها بويكرا وكذلك بحضور مكونين من في المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي وكذلك ممثلين ديال 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 السلطه. اذا هذا اليوم تم تقديم مجموعه من العروض اللي هي في واحد الاطار تحسيسي وتوعوي لفائده هاد السائقين المهنيين اللي كتهم خصوصا هذه الاشكاليه ديال حوادث السير اللي هما من مستعملي الفضاء الطرقي فيها خصهم يعرفوا هذا الاشكال ويتعرفوا على الارقام اللي كتسجل في هذه الحوادث ديال الطرق. كذلك حاولنا نقدموا مجموعه من المؤشرات السلوكيه اللي كتهم مستعملي الفضاء الطرقي وكذلك العوامل ديال الخطر الطرقي اللي حاولنا نشرحوها لهاد المستعملي الفضاء الطرقي باش حتى هما يكونوا عارفين بالخطوره ديال السرعه والخطوره ديال استعمال الهاتف اثناء السياقه وكذلك الخطوره ديال السياقه تحت التاثير والاهميه ديال استعمال حزام السلامه. وكنتمنوا بانه هذا اليوم الدراسي يحقق الاهداف ديالو اللي هما التوعيه والتحسيس ديال هاد مستعملي الطريق من السائقين المهنيين وانه تكون يكون الفضاء الطرقي فضاء امن. صراحه لا احتجاج ولا معامله ولا جميع الجوانب فيها كذلك ان دخل في الاستقبال الاسترسيل الرئيس يحكي لك او اذا صافيك او لا دير ناس مشروع ولا دير اي نتائج ليك او اذا راه قلت لي مرحبا ديما اللي قال لك الخير هذا علاش ماشي خاطر تشكر عليك كاش مسكو صغير هذه جماعه اللي درستني حتى هنا ولا شي صراحه الدوره ولا الناس ولا الاعوان ولا الجميع فهمتني من هذه الاشياء. We'll be right back.
السياقه هذه من بدايه ويسلم الشهاده احمدي امين بن الجمعيه شعيب السين. وكان غير سيدنا احمد احمد اذا كان عدد من اجمل معايير شهاده السلام.